باش نحاولوا ما امكن نستغلوا الفرص في اقرب وقت ممكن. للاسف جاوا فرص وضاعوا في لي كونتر اتاك اللي كنا خدمنا عليهم وما قدرناش نستغلوهم. يعني الهدف اللي تسجل علينا جا ضد مجريات اللعب وقت اللي كنا منظمين في المقابله، واحد شويه السهو في اللحظه اللي ساهو فيها اللاعبين واكدنا عليهم على ان لا كونسونطراسيون مهمه في هذه المقابله، خصوصا ان كاين تعب، ملي كيكون تعب كينقص التركيز. فالوقت اللي ما ركزوش يعني شفتوا بان ضربه خطا يعني جات سهله، واللاعبين ديال الجيش لعبوها بالراس ديالهم امام المدافعين وبقاو واقفين كيشوفوا. يعني خطا كيتحملوا المسؤوليه ديالو المدافعين كاملين لانه ما ركزوش. سجل علينا هدف خوينا وسط الميدان الدفاعي، يعني خرجنا كراوي ايطاليا اللي ما قدرش يسير، لاعب عالي موباي حتى هو ما عطاناش الشيء اللي كنا كننتظروا منه، يعني مازال الوزن ديالو شويه زايد. على الاجمال عموما يعني احنا لاحظنا في المقابله ديال الرجاء ان اللاعبين كنقصوا من اللياقه البدنيه، ولكن المقابلات اللي جاونا بالهدفين ما خلاوناش نشتغلوا على اللياقه البدنيه ونحسنوها. لذلك كنحاولوا نجيريو بوست باف بوست، حتى اللاعبين اللي كنشوفهم تعبوا بحال مثلا ماتياس رجعناه اليوم لحدا الصبار باش ما يكونش هناك تعب، وريحنا الرامي اللي تشكى من توحك في الفخذ ديالو في الوراء. قلبوا الطبيب فريق ولقى عنده واحد لابول في الميسك ديالو دايرين في الهامستري ما قدرش يلعب. لذلك مسألة التعب زيد عليها اللاعبين اللي ما عندهمش تجربة كتخليك بعض المرات يعني كتكون تحكم في زمام المقابلة، ولكن ملي كيتسجل عليك هدف كيخلط لك كاع الأوراق ديالك وكتولي خارج اللعب. دفعنا ببساطي ودخلنا بحراوي بيساعد الهجوم، وخوينا مغامرة كانت بين أننا خوينا وسط الميدان، والحمد لله بقينا آمنين بأنه المهم غير ما يتماركاش علينا الثاني، والهدف راه ممكن يجي في أي لحظة، والحمد لله كما قلت على نتيجة